خير، اسعد الله مساكم اخوانا وحبيبنا المتابعين، الله يعطيكم العافيه ويرزقنا ويرزقكم النيه الصالحه والذريه الطيبه باذن الله. طبعا يا اخوان، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم اخوان جايين زياره، وبنفس الوقت اشترينا حمام. اشترينا حمام يا اخوان، فضينا سطح، شلنا كل شيء كبير وصغير للبيع، 60 حبه هذول ان شاء الله راح ننزلهن ان شاء الله ونفرجيكم اياهن. ومنه زيارة، يعني انت لا تحسبها انه ايش مثلا جايين احنا نبيع ونشتري، احنا عاملين لكم زيارة جماعة اليوتيوب، جماعة الفيسبوك، يعني انتم عارفين القصة. ايوه، عشان هيك لازم تحط لايك. طبعا يا اخوان هذول قديش؟ والله هذول يا اخوان 60 حبة، 30 كبيرة، يعني 30 فراخ و30 كبيرة، تمام، قوية. ايش لسه مبرك وايش لسه ايش؟ اموره طيبه. الفراخ ما شاء الله عليهم مكاريش 100%، وبدنا نصوركم يوم هم بيطيروا، بس احنا ايش بدنا نصور حلقه ابو ايش. طبعا احنا عند ابو سيف يا اخوان، هسه بنفرجيكم الفراخ، بس خلينا نلف عند الجواز. خلاص انت تعال وراي، خليك وراي عشان ما تبينش بالفيديو. فرجيكم الجواز هان يا اخوان. قال هذول للزلمه ما شاء الله، الله يبارك. طبعا بدك اي شيء رن علي من الجواز كمان، بنامنك فيهن اذا عجبك جوز. طبعا كله شغال، كله عنده فراخ صح؟ بيض وفراخ. ها ابو سيف، هاي جوز برابسه، صلاة النبي ما شاء الله، الله يبارك، اللهم بارك، صلاة النبي، مزهورات سود، كله يا بيض يا فراخ. الفراخ هاي كلها فراخك صح؟ من عندك انتاجك صح؟ في شيء من برا يعني. بواز جميلات الله يبارك ما شاء الله. طبعا يا اخوان بنحط لكم رقمي باخر الفيديو، اللي بيلزموا اي شيء من الجواز يرن على الرقم ان شاء الله بنقصرش معه. وهي لنا صلاة النبي. طبعا يا اخوان البيع، يا اما بدك الستين حبة كلهن، يا اما ايش، هاي جوز قراقطة جميلات يا اخوان، يا اما ببيعك الفراخ يا اما ببيعك الكبيرة. حمام طايرة عندنا بسحاب، حمام طايرة عندنا بسحاب، الله يبارك للراعي النصيب ان شاء الله. تقلقش عادي، خليك تقلقش، امورك طيبة، انت مش حجيبك يعني. طبعا يا اخوان هي لنا هذولا 30 فرخ، صلاة النبي عليهم، شوف اللهم بارك، نوري اسود، طبشيري اسود، دبابنة بواز، شفار، زهورات سود، كشامرة، نوريات صفر، يهوديات بواز، بناديق، كلها بتطير مكروشة يعني، كله بدي افرجيك اياها هسه ما عدا الشكلي هذا. شكلي هذا لسه يا اخوان جايبه جديد الزلمة، مش كارشو. شوف البواز، صلاة النبي الله يبارك، مصري اصفر، فيها مزهورات 0 2 1 3 2 0 1 احمر، نوريات سود 2، طبشيري اسود 1، اشفار ويهوديات وبناديق الله يبارك، مكويات سود 2، شخشلي اصفر. هي لنا الحمامات. طبعا الزلمه يا اخوانا جاله شغل ومضطر يبيع، رن علينا ومضطر يبيع، يعني الله يبارك له بشغله، ولولا هيك ما بده يبيع يعني، الله يبارك له، ما شاء الله النور الاسود كويس. الاشفار وكلها طيور حمام، هاي الفراخ يعني مكروشه، مش نحكي طيور حمام، مكروشه. وهي الحمام الكبيره، طبعا بنفرجيكم اياها بس نروح على الدار برضه، احنا في فيديو ثاني ان شاء الله على خير. رقع، هاي زي البذره اللي عندي يا اخوان، هاي مجنونه، هاي مسود سلافر الله يبارك، او مكابي، هاي جلف قرقاطي، باكستاني، كشميري، بوز، طبشيري ازرق. اللهم بارك. طبعا اشي يا اخوان نسل واشي مقصوص لسه، انتوا عارفين بروك لساتنا، لا قاصص الزلمه. كشامره فيها بجوز 5 6، نرقع الاحمر اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله، دباني فيها، دباني قراقطه، هي فيها مكاوي زرزور او عنابي زرزور، مكاوي ولا عنابي، هو هذا مش ما تبتش عليه بسرول يا احمد، هذا العنابي اللي وراه، يا مكاوي يا عنابي، هي زرزور فيها شفر الله يبارك. حمامات كويسة ما شاء الله، لا معناته عندنا بزرزور، هي لنا الكبار وسعرهن يا اخوان كويس، يعني ان شاء الله مش حنقصر مع البدو. خلينا نفتح الفراخ هاي نفرجيكم اياها كيف مطارها، نقعد احنا، افتح يا احمد، يلا احمد اليوم مستلم السطح. احمد ماسك قيادة، قال تعي سنة يا احمد، حلو معه، ايه نسينا نحبس الشكلة، الله نسينا نحبس الشكلة، يلا مش مشكلة،
طبعا هاي نظام الصافير شوي شوي ولك في عليه زنبرة. طبعا يا اخوان الخشش كمان للبيع، بدك الخشش رن علي برضو بنبيعك اياها ما في مشكلة. الله يبارك، حتى الشكل فز، شكل اللحمة فز. اه الله يبارك، شوف صلاة النبي الله يبارك، والله الشكل فز. هات التخبيطة يا احمد، هات حطت الشكل كويس بلاش يفسد. هاي الشكل والله العظيم يا اخوان لسه بقول لك ما كرشته. هاي ها صلاة النبي، تعي 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 تعي، حط ولك تعال خليك زقرت وحط. هاي البندوق الاسود فسد على السلاك وفز. تعي يا احمد بسرعه عندي هان، تعي شكلي راح رياح. خلاص عادي عادي، شوف ما شاء الله هاي الفراخ باقي قديش هاي؟ ايش خمسة ايش ستة شيء يعني يا اخوان، عندك من بواقي الخمسة لبواقي الثلاث. الله يبارك ما شاء الله، هيا شوفت عين كل فراخ. الله يبارك، أربعة أيام مش طايرة ما شاء الله، إلى أربع أيام يا اخوان مش طايرة الحمامات، يعني صلاة النبي عليها مطارها مريح مش طايرة غصبت عنها. هاي الفرخين هذول كانوا مريحات فزن. تعي تعي تعي، زت زت الطيرة زت، هيا لنا ما شاء الله. أقول لك أربعة أيام مش طيرات بس ما شاء الله عليهن، يعني كمطار إشي بجنن. تعي تعي تعي، طبعا يا إخوان إحنا مش زي تبعين المزادات بنصور وهيك عشان نفرجيكم، بس إحنا جايين حلقة زيارة أعتبرها، أعتبرها حلقة زيارة يعني. فالزلمة قال بدي أبيع، قلنا له بناخذها إحنا ما في مشكلة. الله يبارك، هاي ما شاء الله، هي بتحط على الرفصة هاي ولا على السور؟ على السور. تعي 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 تعي، صلاة النبي الدباني هذا حط، تعال بدي انقزك على الصورة انا. اي والله الله يعينك على هالعمارة يا اخوان. واحد اثنين ثلاثة، ما تخافش مش هجيبك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس طوابق ست طوابق، هاي الشكلي واجي البندوق، بندوق حط مش اجا ما شاء الله. الله يبارك، هيا لنا الحمامات. تعي 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 تعي، هاي حطت الحمام مكاوي جميل يا اخوان. الله يبارك، الفراخ مكاويات كويسات. حمام صلاة النبي شوفت عينكم، يعني مطار بجنن، بس حتى مش مرتاحة بالمحط يعني، حرام والله. طلع محط المفروض هان تكون الرفصة هاي هان. تعي تعي، مش جعانة صح؟ تعي تعي تعي، والله شايف الفراخ امورها طيبة. تع 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 تع، انزل ولك على الارض. تعي 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 تعي، هيا شوفت عينكم يا اخوان حطت الحمام. الله يبارك ما شاء الله، تعي 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 تعي، ترى مش هذاك الجوع. لا لا اه أنا بعشقها صح. الله يبارك ما شاء الله، هي الحمامات كمان على الصور شوفوها يا اخوان، استمتع فيها تفرج عليها منيح. هيا الشكل هذا صلاة النبي والله ما كنت بدي اخذه، شكلي اصفر والله ما كنت بدي اخذه. مطويق بلق بلق اثنين، طبشيري اسود، دبلنة بواز فيها كثير، وبواز كشامرة فيها، بناديق فيها، كل شيء فيها، وكلها راس واحد اخوان. يا اخوان شوفت عينكم، يعني بتطير ومكروشة ومريحة راسها، بدناش نلحقها راس ثاني لانه الجو حامي، شايفينها كيف بتلاهت. الله يبارك يعني. وهاي الحمام يا اخوان هاي مبركة لسه ما طارت، ما طيرتهاش صح؟ لسه ما طارت يعني، لسه بدك تلين فيها. هذا من الفراخ ديروا بالكم، بس هذا قديش اخلف عندك البندوق؟ اه عندي لسه ما يعني، من المخاليف العام مخاليف السنة. اه الله يبارك ما شاء الله، مسود الاسود عندي كمان بطير. الله يبارك. طبعا هاي يا اخوان هاي كلها طيور حمام كبيرة، بس كبيرة يعني ايش؟ مش كبيرة بالعمر يعني، باركة مرقع الاحمر صلاة النبي، مغبر احمر، عمري ازرق، نوري ازرق، طبشيري. اوف اوف
اطلع الازرق ماشي تطلع احنا هيلنا ما شاء الله بس معلم لين وكش الله يبارك لك هيلنا الحمامات الشامره فيها كثير الله يبارك ارجع ولك ارجع ارجع عينه برا سكر الباب خلاص هيلنا ما عليك خلاص هيلنا صلاه النبي يا اخوان الحمامات شوفت عينك وعلى السطح تشوفها احسن لك هاي على السطح تشوفها احسن لك المرقع حظ هاي شايفينه بس بدناش نلحقه بالحمام لانه هذا قديش صار له مش طاير ايش هذا الوقع عهان فيها ناس تفرق هي هان طلع يا اخوان وقع شي مصري الاصفر طبعا الله يعينه يا اخوان طلع السلاك طلع السلك وسلاك هان عمدان وهان في عماير وراه وبلاوي الله يعينه على الكرش يعني الله يعينه وطبعا يا اخوان في حمام راح نوزعها على المتابعين من الزلمه نفسه شخصيا يعني الله يبارك له الزلمه ما قصر ان شاء الله بننزل على السوق بنوزع لكم اياها فيهم كم حبه احمد 15 اكثر من 15 يمكن 15 حبه هذول من الزلمه مش مني انا يا اخوان مش مني انا التوزيع مش مني من الزلمه الله يبارك له هذول بدي اوزعها للمتابعين ما شاء الله شوف هالبوز هذا البوز هسه انتبهت عليه والله جميل طبعا حمام مش لابسه لانها فراخ احنا عندنا بتيجي بتاخذها ملبسه كمان بنلبس لك اياها ان شاء الله المرقع حاض بس ايش معلم اطلع ما شاء الله عليه خفيف قديش صار له مش طاير امتى بركت بسته يعني لها تقريبا الحمام 3 اشهر هذا المرقع مش طاير طلع كيف خفيف والله لاجربك الشو تعي 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 شوف يا اخوان اللي بنزل على السلك بفز على طول ما بستنى تعي هاي شايفين بس لانه السلك بوجهه يا اخوان فيش مجال تعي ما انت قلت لي الزلمه اجاله شغل يا اخوان ومش فاضي بالمره للحمام والله بقول لك تعي 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 يا عم احلى شيء الفرخ اللي زي هيك هذا ما بغلبك الله يبارك تعي 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 فز هذا المصري هي الله يبارك هينا الحمامات يا اخوان طبعا كيف منيح المصري صلاه النبي عليه هي شوفت عينكم مصري اصفر طبعا يا اخوان رقم تليفوننا 0787375070 بدك الفراخ حياك الله هينا وبدك الحمام الكبيره هيها مش حنقصر مع حدا باذن الله مش راح نقصر مع حدا هينا طبعا اشي مقصوص اشي نسل اشي مسحب شوفت عينكم هاي الحمامات يا اخوان بدك هاي وبدك هاي مش حقصر معك فيها اسعارنا يا اخوان مناسبه للكل بس اللي بده ربي هينا الله يبارك الحمامات الله يبارك للجميع فرجيكم اخر مره الجواز ايش احمد نور احمد كيف حالك احمد في جواز هناك مصورنا هنش اخر مره نفرجيكم الجواز بدك الجواز برضو بنأمنك فيهن طلع صلاة النبي هالفرخ لازم نأخذ مع الحمامات الفرخ بس مش مكروش والله لازم نأخذ مع الحمامات بس مش مكروش هاي بوز كمان صلاة النبي الله يبارك فرخ هذول البرابسة عندهم فرخ بيض سوري هذول بيض والجنون كمان للبيع والبدو الجنون يا اخوان كمان للبيع هاي مسويد هذول انا مش عارف شو تركيبتهن يعني هذول لو انا منك والله ما بحطن على بعض بس خلص سبحان الله هاي هذول قراقطه جوزين هان قراقطه يا اخوان هذول طيرات عندنا بسحاب في اسكان الاميره ايمان صح الاميره ايمان ضحت الاميره ايمان وهنا في كمان جوز بواز هين عندهم بيض يا اخوان وهنا في حمام التوزيع راح نفرجيكم اياه ان شاء الله عندنا على حلقه ثانيه هي اللي شايف جوز البواز والله يبارك للجميع ورقم تليفوني موجود بدك الحمام الكبيره بنبيعك بدك الحمام
هاي الحمام التوزيع، بدك الحمام الفراخ موجود، هيا لنا الله يبارك، والجنون هدول كمان للبيع، والخشة كمان إذا بدك إياها مش حنقصر معك فيها. هيك إخوان كانت نهاية حلقتنا، يعني إخوان كانت حلقة زيارة وبنفس الوقت بيع. والله أنا وإيش جاي على زيارة، أنا بناء على إني جاي زيارة يعني أصور حلقة، وقال لي أنا بدي بيع عندي هيك، قلت له بنأخذها إحنا. شوف البوس صلاة النبي هي كاشف، الله يبارك، يعطيكم العافية.